مرحبا بكم من جديد، مواصلين أخبارنا المرة هذه مع قرارات المحكمة الإدارية، وإن أفاد مصدر مطلع من المحكمة الإدارية لقناة التاسعة أفاد بأن الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية أصدرت حكم ابتدائي بتاريخ 12 ديسمبر يقضي بإلغاء 19 قرار إحالة على تقاعد الوجوبي الصادر في حق أعوان من الديوانة في شهر ماي 2020. ويؤكد نفس المصدر أن المحكمة الإدارية قضت أيضا بالحكم بالتعويض المالي جراء قرار الإحالة على تقاعد الوجوبي لفائدة عونين منهم بناء على طلبهم. وإحنا لمزيد من التفاصيل حول نفس الموضوع انضمنا عبر الهاتف العميد بالديوان المحال على التقاعد جمال شخاري. أهلا وسهلا بك، مساء النور سيد العميد. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام ومشاهدي الكرام. مرحبا بك. هل من مزيد من التفاصيل حول القرار هذايا، وانت المشمول ايضا بالقرار نتاع الاحاله في شهر ماي 2020، هل يشملك القرار الجديد للمحكمه الاداريه القاضي بالغاء قرار الاحاله بتاريخ ماي 2020؟ فعلا هو القرار الغاء قرار الاحاله على تقاعد الوجوب اللي يصدر سنة 2020 خلال شهر رمضان. القرار هذا يلغي قرار إحالة 20 إطار للديوانة، منهم 19 اللي قدموا قضايا إدارية كل في إلغاء قرار ربحوا وصدر أمس حكم بإلغاء هذا القرار. وفي بالكم معناها، وأنا جيت القرار التاسع قبل في وقت صدر قرار إحالة على تقاعد الوجوبي سنة 2020 ووضحت الأسباب والمسببات كلها وما حق بالعملية اللي هي اللي هو قرار غلط قانونا وغلط على اللي تبناه عليه. معناها ما ثم حتى أسباب تخلي وقتها في محمد عبده وفي نزار يعيش وزير المالية انه يخرج عباد في شهر رمضان على التقاعد الوجوبي بدون اي حجة وبدون اي معناها تطبيق للقانون المعمول به، والإثبات انه الكلام هذاك اللي قلناه كله صحيح. هاي المحكمة الإدارية تأكدوا انه قرار خاطئ ما عنده حتى سند قانوني اعتباطي، وهو في الاخر ضرب للدوله في صميمها من الداخل كما صار من سنه 2011 واحنا جايين. كل مره جهاز مضروب خرج تقاعد وجوبي لغايه اضعاف الدوله وخدمه معناها لوبيات فساد وخدمه مهربين، وهاو بين بالحجه والدليل الفتره الاخرى مجموعه القضايا بتاع التهريب اللي تورطوا فيها معناها اكبر راس في الديوانه وثبت عليه وتمت إقالته وتم حتى شطبه من سلك القضاء على خاطر عملية التقاعد الوجوبي وإبعاد الكفاءات على الإدارة وإدارات الإدارة هي خدمة للمهربين ولوبيات فساد تختفي وراء القرار ذلك. وإحنا متمسكين مش باش نقفوا عند حكم المحكمة الإدارية أكهو باش يقع تتبعهم واحد واحد جزائيا فيما بالفساد هم اللي عملوه أفسدوا به الإدارة التونسية بضرب إطارات، وطلعنا الإعلام وطالبناهم باش يواجهونا وكان عندهم ملفات يفضل يقدموها للقضاء، وطلع السيد محمد عبد برشا مرات في الإعلام وقال لا عندي ملفات ولا عندي حتى شيء ضدهم هكاك ظهر لي باش ناخذ القرار. معنا وصلنا بالدولة نلعبوا بكفاءات 32 سنة خدمة، يجي وزير صدفة وزير فاشل يجيبوا له ورقة يصح تخرج العباد تروح لديار كأننا نخدم وما نعرفش فيه. يكون اللي يخدم في تعاضدية ولا يخدم في ثانية ولا يخدم في واحد عنده حقوق أكثر من حقوق الموظف توا في تونس، وهذا هو واقع شفتي قدامنا يومين. إذن نفهم منك أنه الخطوة القادمة بالنسبة لكم هو رفع قضايا ضد الأشخاص اللي ذكرتهم سيادتك. سمعنا أيضا من المحكمة الإدارية أنه المحكمة قضات بالحكم بالتعويض المالي جراء القرار القديم هذايا لفائدة زوز أعوان. أيضا هو التعويض المالي حق جبر الضرر المعنوي والمادي للحق العون ولا الضابط اللي تم اتخاذه على التقاعد الوجوبي، هذاك حق. في الملفات في الشكايات اللي تقدمت للمحكمه الاداريه ثم نوعين، ثم نوع فيه طلب الغاء القرار وثم نوع اخر فيه طلب الغاء القرار مع التعويض المادي. لكن توا اللي ربحوا الغاء القرار هو ينجموا يرفعوا قضيه ثانيه استعجاليه في ظرف 15 يوم شهر ياخذوا حكم بالتعويض المادي والجبر المعنوي اللي على ضرر الحكم جراء قرار إحالة على التقاعد الوجوبي. أنا هذا سهل، لكن نحكي أنا في التتبعات اللي مازال هي تتبعات جزائية للأشخاص اللي تورطوا في اتخاذ القرار هذا. وأنا
الاجتماعي والخبراء لتقييم الاضرار هذه والفساد اللي احدثوه، وباش نطالبوا حتى بخبراء لتحديد قيمه الفساد من حق الدوله والاداره التونسيه من جراء الثرات العصيبه اللي صارت هذه. ونتمنى انه الناس الكل اللي تم حالتها على التقاعد والوجوب من سنه 2011 لليوم تتبع نفس التقنيه ونفس التركيز، باش منه هكا يولي مسؤول يطلع وزير ما يلعبش ويعرف يشد السيلو في يده، ما يعرف على شنو يخربش في الاخر. معناها الناس وسمعه الناس واعراض الناس ما هي شعب. وظهر لي اللي عايشينه توا في تونس اليوم الوضع اللي وصلنا له من الوضع الاقتصادي الاجتماعي من جميع الجهات هو نتاج الفساد اللي صار العشر سنين الاخرين بضرب الاداره التونسيه في صميم. اللي الاداره نورمالمون تحافظ على حيادها ونحافظوا على قوتها ونحافظوا على قيمتها، مش الحكومه اللي تطلع تضرب الموظفين بصفتهم كانهم كانوا تابعين للحكومه السابقه. وهي ماشي وتكرر تكرر تكرر الحكايه لين وصلنا مرحله لنا الفراغ المدقع والفشل المدقع. شكرا لك. شكرا لك العميد بديوان المحال على التقاعد جمال الشخاري. كانت هذه فيما يخص ويخص البقية اللي صدر في حقهم القرار تقريبا في 14 مايو 2020. لطفي، كيفاش تقرأ قرار المحكمة الإدارية اليوم اللي ألغى قرار إحالة ال 19 ديواني على التقاعد الوجوبي؟ هو معناها مش أول قرار من المحكمة الإدارية في هذا الاتجاه في علاقة بموظفي الدولة اللي تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي ثم يستعيدون حقهم في العودة للعمل بموجب القرار القضائي، لكن هذا يلخص صراحة خطورة المجزرة التي ارتكبت في حق الإدارة التونسية على امتداد العشر سنوات هذوما، وأدت إلى عديد المظالم على الأقل استنادا لقرارات المحكمة الإدارية، وأدت إلى ظاهرة تفقير وتصحير الإدارة التونسية من خيرة الكفاءات متاعها، لأنه كما كان يتحدث ثوسي جمال أنه كل منظومة ترتقي للحكم إلا وتتعامل مع الإدارة وكأنها فصيل حزبي وتتم الإلغاءات معناها والتعيينات بمنطقة الولاءات. يبقى السؤال إلى أي مدى اليوم الدولة مستعدة باش تطبق قرارات المحكمة الإدارية؟ ولنا معناها المثال الأبرز مثال العقيد لطفي القلمامي الذي تحول إلى ما يشبه قضية دريفوس التي عاشتها فرنسا منذ أكثر من قرن، ومع ذلك ورغم أنه في جيبه معناها حكم بات من المحكمة الإدارية إلا أنه إلى حد الآن لم يعد إلى سالف عمله، وبالتالي السؤال مطروح حول صدقية ومصداقية أحكام المحكمة الإدارية. السؤال مطروح حتى في علاقة بالقضاء، إذا الدولة هي ما تطبقش قوانين المحكمه الاداريه كيفاش تحبها تطبق القوانين هذه خارج معناها اطار الدوله؟ مولدي نسمع رايك في المساله. قبل ما تمشي لتطبيق المحكمه الاداريه زي من غير الوارد جدا، لانه اغلب قرارات المحكمه الاداريه في نهايه الامر لا تنفذ، ثم مرحله استباقيه في عدم الالتزام بالقانون، وهو مساله النزاعات الاداريه في كل قطاع اللي من المفروض في اغلب القطاعات الموجوده في تونس راهو لما يتم الوقوف على اخلال من قبل او من طرف اي موظف او اي اطار او اي مسؤول، اليوم ثم مجلس تاديب وثم حق الدفاع عن النفس وثم لجان اداريه متناصفه وثم لسان الدفاع ولسان الادعاء الى غير ذلك، ولكن في نطاق الاداري. لما يتم تسييس هذه الاجهزه وتسييس اتخاذ القرارات بقرار من وزير او من رئيس ديريكتومون يمشي لاقاله 42 امني او 19 ديواني او 57 قاضي في نهايه الامر، قمنا بعمليه سطو سياسي على الاداره التي ينبغي ان تكون محايده، والغاء مبدا الدفاع على الحقوق المهنيه والحقوق الاجتماعيه لدى هؤلاء. هذا في نهايه الامر وين يحطنا؟ يحطنا في نصاب انه الاداره اليوم قاعده تتحول الى مش الى ادوات تنفيذ سياسه الدوله، إلى أدوات تنفيذ سياسة أحزاب وسياسة أطراف أو سياسة رئيس أو سياسة وزير، واللي ما ينسجمش معايا بأي ملف من الملفات تتم إقالته أو يجبر على التقاعد الوجوبي. شوف الملف هذا بالذات فيه مظلمة كبيرة لل 19 هذوما. وخليني نقول لك أنا خاطر نعرف الملف وتبعناه، كنذكر لطفي تبعناه بدقة، فيهم تقريبا أربعة أو خمسة جنرالات وعدد كبير من العمداء والعقداء. وخلينا نذكر مرة أخرى اللي جزء مهم من 18 أو 19 اللي تمت إقالتهم وأعفائهم
بجره قلم، مشاش نستعمل العباره نتاع فاضل عبد الكافي، اي بجره قلم. لانه من بعد تبين خاطر لانه التهمه اللي توجهت للناس هذوما هي الفساد والافساد في الاداره العامه للديوانه والاثراء وكذا وما اليه. باستثناء زوز او ثلاثه حالات في القائمه هذه، اغلب هؤلاء كانوا هما اللي اداروا حمله مكافحه الفساد عام 2018. هما اللي كانوا وراء الملفات اللي تفتحت والايقافات والاحتفاظ بالمهربين، وكان تذكروا 2018 الخدمه كلها الدعاء زاد خدموها الناس هذوما، منهم كان رئيس اداره فرقه الابحاث والتفتيش الجنرال وحيد السعيدي. وحال انتهاء الحرب هذه، الحرب على الفساد اللي كانت تذكر معنا الشعار اللي ترفع عام 2018 في حكومه يوسف الشاهد، فجاه وبجره قلم من بعد وحيلوا على التقاعد الوجوبي. علاش؟ لاسباب تتعلق بالفساد. انا مانيش المحامي نتاعهم ولم اوكل للدفاع عنهم، لكن كلمه حق تتقال في الناس هذوما اللي خدموا وثنوا الركبه باش لاداره هك الحرب هذيك على الفساد، اصبحوا هم زاده ضحيه لعبه سياسيه داخل كواليس القصبه. باهي انه المحكمه الاداريه معناها تنصف الناس هذوما، ومش صحيح مولدي معناها مش ديما احكام المحكمه الاداريه لا تنفذ، صحيح الدوله ننتظر ذلك الدوله شوف. وهذه عاده سيئه، اي معك، وهذه عاده سيئه قديمه، الدوله ما تنفذش الاحكام. الدوله اللي رفع شعار الانصاف والعداله وعامله القضاء الاداري والقضاء المالي والعدلي، ما تطبقش القانون، ما تطبقش الاحكام اللي هي احكام المحكمه الاداريه مجلس الدوله. ارجو أن الناس هذوما يلقاو حقهم ساعه دبار، واعاده فتح الملف للبحث والوقوف على ظروف وملابسات. سيد العميد من خلال كلامه يقول لك مانيش باش نقفوا هوني، راهو باش نتقاضاو باش نرجعوا اعتبارنا المعنوي كما يجب، خاصه الاعتبار لقرارات المحكمه الاداريه. انه المؤسسه هذه احنا نحبوا نحافظوا عليها، وقت يكون خصيمك الحاكم شكون اللي باش يقف معك؟ اذا عندنا محكمه اداريه تصدر احكام والاداره التونسيه لا تنفذها، هنا مشكل كبير. احنا عندنا رئيس الدوله رجل القانون بامتياز لا يذعن ولا ينفذ قرارات المحكمة الإدارية، وهذا أسوأ مثال على التعاطي مع هكذا قرارات. مالكش تتنفذ المرة هذه خاطر اللي وراء الحكاية الكل محمد عبو، تعرف علاقة محمد عبو بقيس سعيد تو. قراءة أخرى هذه السياسية. مش نبقوا في الأمور المزاجية. بالضبط. ثم أحكام صدرت المحكمة الإدارية في حق القضاة اللي أعفاهم البحيري وقت عام 2012. ثم عدد منهم أنصفتهم المحكمة الإدارية ورجعوا يخدموا. عاودوا ورجعوا لسلك القضاء، لكن بعد قديش؟ بعد تقريبا 10 سنوات من البطاله والمعاناه والمشي وجاي، واللي خسروه معناها في اجراءات التقاضي المحكمه الاداريه ما يعوضهمش لسنوات طويله اخرى. نختم بالملف الاقتصادي، ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الاشهر ال 11 الاولى من سنه 2022، ارتفع الى اكثر من 23 مليار دينار، اي بارتفاع ناهز 58.8% مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه، وذلك حسب اخر الاحصائيات اللي نشرها المعهد الوطني للاحصاء. اكثر تفاصيل في هذا التقرير لرحاب حوات. سجلت تونس ارتفاعا جديدا في العجز التجاري اللي قفز من 14.6 مليار دينار خلال 11 أشهر الأولى من سنة 2021 إلى 23.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الحالية حسب المعهد الوطني للإحصاء. أرقام المعهد تكشف أن العجز ارتفع بنسبة 59%، ساهم فيه بدرجة أولى العجز الحاد في قطاع الطاقة اللي بلغ 9.2 مليار دينار في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل
حوالي 40% من العجز الجملي. نفس الأرقام تثبت أنه نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت ب 69.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع العجز المسجل في المبادلات التجارية الخارجية بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان وفي مقدمتهم الصين بنحو 7.9 مليار دينار، وتركيا بنحو 3.6 مليار دينار، والجزائر ب 3.2 مليار دينار، وروسيا ب 2.5 مليار دينار، وإيطاليا ب 2.2 مليار دينار، وهي تقريبا البلدان اللي تستورد منها تونس الغاز والحبوب والمشتقات النفطية. في المقابل نلقاو أن تونس مسجلة فائض مع بلدان أخرى كما فرنسا ب 4 مليار دينار، وألمانيا ب 2.7 مليار دينار، وليبيا ب 1.6 مليار دينار. ويبقى العجز التجاري من التحديات الكبرى اللي تواجه حكومة نجلاء بودن واللي دفعها سابقا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها ترشيد واردات المواد الاستهلاكية وخاصة منها غير الضرورية، واعتماد نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتوجات الاستهلاكية. ولكن لليوم الإجراءات هذه ما عطتش مفعول، ليبقى التساؤل أي حلول لوقف نزيف العجز التجاري؟ يمكن الأخبار هذا يا مودي قاسومي ذكرنا بخبر مشابه في سبتمبر الماضي وقت اللي استقبل رئيس الدولة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وحكاوا على العجز هذايا، وأنه أعطى تعليمات السيد الرئيس بأنه يتم ترشيد الواردات. من جملتها صار برشا جدل حول اللي قالوا على ماناش محتاجين لتوريد أطعمة الحيوانات مواد التجميل، وقعدت ربما النقاش قعد يدور فقط على الكلمتين هذوما. اليوم تقريبا نلقاو رواحنا رقم كبير برشا اللي أعلن عليه المعهد الوطني للإحصاء، أكثر من 23 مليار دينار، وبنسبة 58.8% في نفس الفترة في السنة نتذكروا المقاضية. في سبتمبر الفات علاش تعمق حسب رأيك؟ كانت نسبة معناها تعمق العجز مقررة مع سبتمبر 21 في حدود 30%، تو هنا في 54%، معناها بتدخل السيد الرئيس لدى السيد رئيس الحكومة دخلنا في عجز مونتي دو فلاش نتاع عجز. علاش؟ علاش تعمق العجز هذا؟ لسبب بسيط، لأنه هذاك أول ما رفدت مع صديقي لطفي نحكوا على السيبلاج الاستهداف، في عود ما نمشي نقرا اللوحة التجارية بشكون تربطني ومع شكون يلزمني نعزز روابطي التجارية والاقتصادية أكثر اللي ما عنديش معها عجز، نحن ماشيين توا في مطارحة أخرى نتاع الاتجاه نحو الصين، والصين هو رقم واحد بلد رقم واحد اللي عندنا معاه عجز تجاري. والصين هي الفابريكا نتاع العالم، المصنع نتاع الدنيا الكل، معناها تبلع الدول الكل، ومستحيل نجمو نخلقوا معاها ارساء ميزان تجاري. هذاك علاش اليوم من المفروض ما نمشوش في مراجعتك الـ 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 المستهلكات او المواد الاستهلاكيه اللي تمثل فقط 0.4% من العجز التجاري، اللي بعض مواد المساحيق وبعض الاكلات الخاصه بالحيوانات الى غير ذلك. من المفروض نمشي للاستهداف العام، بمعنى البلدان التي ينبغي أن أعزز معها روابط التجارية والاقتصادية. ثانيا القطاعات، اليوم عندنا قطاعات راكدة في تونس، في غض ما نعزز دورها في السوق التبادلية التجارية العالمية قاعدين راكدين عليها وما عندها حتى دور. نقول يقول المولدي مع شكون اليوم باش نعزز الروابط هذه الاقتصادية التجارية، مع العلم أنه السيد الرئيس كان في حضر في زوز قمم مهمة، القمة الأولى تعرفها لطفي اللي صارت في الرياض، القمة العربية الصينية، لكن أيضا هو حاليا متواجد في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية، ودايوغ واشنطن تتعهد بتقديم 55 مليار دولار إلى الدول الإفريقية. وباقي نحكي نرجع ونتسألوا كيفاش يمكن اغتنام مثل هذه القمم اللي فيها علاقات كبيرة وقادة الدول وزعماء العالم موجودين. صحيح زوز أقطاب تويك قاعدين متعركين، وهذا الصراع الجيوسياسي على القارة الإفريقية بالذات ومنها خلينا نقول تونس، احنا كيفاش نستغلوا هالفرصة هذه لصالحنا بما يخدم مصالحنا؟ يلفو روبونسي لا دبلوماسي ايكونوميك، يعني إعادة مراجعة أو صياغة دبلوماسية اقتصادية، لأنه السفرتين أو المشاركتين لرئيس الدولة في قمة السعودية وفي قمة الولايات المتحدة الأمريكية هي تندرج في إطار قمة يعني تحضرها عديد دول العالم سواء الصينية العربية أو الأمريكية الإفريقية.
في انتظار ذلك تمنينا أن تكون فما دبلوماسية اقتصادية تونسية، يعني أن رئيس الدولة يتولى زيارة دول معناها عندنا معها علاقات وشراكات، ويدعو في المقابل نظراء من هذه الدول لزيارة تونس، ولا يكتفي فقط بانتظار دعوات لقمم عادة ليست مخصصة للتطرق للحالة التونسية. شفنا القمة السعودية العربية والصينية، وشفنا أنه اهتمام الصين في القمة هذيك كان خاصة بإمضاء اتفاقية استراتيجية مع الدول المجلس التعاون الخليجي. وقتها تقريبا انتهت القمة الصينية العربية وكانت اللقاءات الأخرى كلها بروتوكولية لا أكثر ولا أقل. نمشيوا للقمة هذه نلقاو معناها قمة أمريكية أفريقية، نحكيوا على حضور 50 دولة أفريقية. طبعا تونس ما تجيش في طالعة اهتمامات أمريكا في أفريقيا، لا للوزن ولا للحجم ولا للديمغرافيا ولا للسوق التونسية. نعرف اهتمامات أمريكا بالنسبة لها أفريقيا هي جنوب أفريقيا، خاصة نيجيريا مصر والمغرب. وبالتالي يبقى ديما مسألة تسويق الصورة التونسية، وهنا جملة قلتها ونعاودها، يلزم نكف على التعاطي مع بلادنا وتقديمها كحالة تونسية. نمر مرحلة جديدة هي تقديم تونس كورقة تونسية وليس كحالة تونسية، وقتها قد يصغوا لك بقية الشركاء. أما التذرع بأننا حالة ونمشي ونطلبوا في السلطة من هنا ونطلبوا في أوتوروت من هنا، راهي هذه ماهيش دبلوماسية اقتصادية، هذه دبلوماسية اليد السفلى. ماذا بنا نمشيوا في ما يسمى باليد العليا. مع العلم أنه سفيرة تونس بواشنطن تقول أنه القمة الأمريكية الأفريقية تمثل إطار استراتيجي خلال العقود الخمسة القادمة، احنا كيفاش باش نستغلوها وكيفاش باش نكونوا حاضرين في العقود هذه الخمسة القادمة وبأي طريقة؟ ما نعرفوش، ان شاء الله تجينا الإجابة بطريقة إيجابية في الأيام القليلة القادمة. نجي باش نختم معك، يلا انتهى الوقت. شوف تعريج صغير على الرقم هذا، الرقم رجعت لنا عجز الميزان تفضل، وبعده مش نحكي على لا ما عادش عندنا برشا وقت، اختار موضوع برك يلا. باهي مالك تفضل. تعسف باهي ساعات. الرقم المخيف هذا 23.2 مليار دينار. علاش قلت مخيف؟ لانه باش يكون عنده تاثيرات سلبيه جدا على ميزانيه 2023، لانه العجز هذا اللي عامل كيما كره الثلج ومازال باش يزيد اكثر، وهذا طبيعي جدا نتيجه الفارق الكبير بين الصادرات والواردات، باش ياثر على التوازنات الماليه للدوله التونسيه. لطفي تحدث على القمه الصينيه العربيه الخليجيه، وايضا القمه اللي تحتضنها واشنطن واللي مشالها استدعي اليها رئيس الجمهوريه. اليوم راهو العالم الكل اليوم مصالح وتحالفات وتكتلات. العالم تغير. عالم 2020 و2021 ماهوش عالم 2022، والتغيرات تصير تقريبا بشكل بنسق متسارع جدا. أنا أعطيك على سبيل المثال، يعني كنحط نعمل مقارنة بين تركيا، الاقتصاد التركي والاقتصاد التونسي، يعني الاقتصاد التونسي طبعا يعني غارق في أزمة، وأزمة ولات أزمة هيكلية. المملكة العربية السعودية توضع تمنح تركيا وديعة ب 5 مليار دولار، والسوق الصينية اليوم أو خليني نقول يعني السوق العالمية بحضور العملاق الصيني اليوم تشهد نهضة وتطور وتسارع في التسابق نحو تحقيق المصالح. اليوم الصين، وهو مش نختم ملاك، الصين اليوم في القمة الأخيرة اللي انعقدت في الرياض وفرت مئات المشاريع الضخمة جدا، وشركات الصينية العملاقة دخلت بثقلها. القمة الأمريكية طبعا مش تكون يعني فاتحة لربما لمعناها علاقات جديدة مع الدول الإفريقية، وهذا مرة أخرى نعود ونرجع للدبلوماسية. ما عادش نحكيو على الدبلوماسية الاقتصادية، لأنه بصراحة معناها كلمة وجعت لنا رؤوسنا وقعدنا نردوا فيها مدة طويلة، وفي نهاية المطاف طلعت لبانة. ما أنتظره أنا واحد من الناس على الأقل كمواطن تونسي، أنه على الأقل فال 55 مليار دولار هذه مخصصتها الولايات المتحدة الأمريكية يكون على الأقل لنا نصيب ولو ضئيل
لاني راي 55 مليار ستكشف دولار. عن ذلك الايام القادمه. شكرا لكم. يلا انتهى الوقت، نمشي لغوندفو القدره الشرائيه مع كارفور. شكرا لكم. كارفور المساند الرسمي للقدره الشرائيه. اليوم نذكركم بالسيرفيس تلقاوه متوفر في جميع مغازات كارفور، لو بايمون سون كونتاكت، ان سيرفيس اللي يخليك تخلص بسرعه وبكل امان. شوفوا بعض حلفينا الاوفياء، مرحبا بكم الناس الكل في مغازاتكم كارفور. باش نحكيوا على لو مود دو بايمون سون كونتاكت، وهذا بالنسبه للناس اللي عندهم السيمبول هذايا بالكارت. العملية سهلة برشا، وقت ما تجي للكيسة باش تخلص تقرب الكارت كلكو سنتيمتر للتي بي او، وهكا يصير عملية البايمون من غير ما تحط الكود، وهذا بالنسبة للقضية اللي تكون أقل من 30 دينار. الطريقة هذه بالطبيعة باش تكون سهلة سريعة وما فيها حتى ريسك. لو مود دو بايمون هذايا متوفر في مغازاتكم كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. نتقابلوا غدوة بفرية جديدة في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. شكرا مولدي، شكرا لطفي، شكرا أيضا ناجي. ساعتنا الأولى وفات، لكن الساعة الثانية متواصلة الحملة أو تغطية الحملة التشريعية 17 ديسمبر 2022. نستقبل مترشحين جدد بعد هذا الفصل.